السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت مرة مقولة لها علاقة بالكلام الذي نقوله في هذه الحلقات. يقول قائلها: كلما ابتعد المجتمع عن الحقيقة كلما ازدادت كراهيته لمن يقول هذه الحقيقة. وهذا الذي يحصل في مجتمعاتنا الإسلامية. نقول بألسنتنا ما لا نفعله بأفعالنا وسلوكنا، فنقول الحقيقة ولا نتمثلها، فيزداد بعد الناس عن قائلي هذه الحقيقة لأنهم يفقدون الثقة فيهم وبكلامهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول آية كلما قرأتها أشعر بمنتهى الرعب عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آية مخيفة جدا جدا، ونحن طيلة وقتنا ونحن نتحدث بالمثاليات، طيلة وقتنا ونحن نقدم للشباب المثاليات على طبق من ذهب، نقدم لهم الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، نقدمها جامدة كأنها آلية، كأنها لا فيها حياة ولا فيها إحساس. والعبادة، والدي مرة كتب عن العبادة مقالة قال فيها: العبادة لها جسد ولها روح. جسدها الحركات الظاهرة، وروحها هو الخشوع وإحساس القرب من الله وتمثل العلة الأخلاقية التي شرعت لأجلها. فكل العبادات شرعت لعلة أخلاقية. الصلاة شرعت حتى تنهانا عن الفحشاء والمنكر، والصوم قال ربنا لعلكم تتقون، والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الحج حتى نتبادل المنافع وحتى نتعلم الصبر ونتعلم المقابلات ونتعلم تحمل المشاق. فكل عبادة لها روح ولها جسد. عندما نقدمها إلى المدعوين على أنها جسد فقط، ونهتم بحركات هذا الجسد، ونهتم بكل شاردة وواردة، ونقف عند أدنى التفصيلات، نحن هنا ننفر المدعوين من تقبل هذه الحقيقة، لأنهم يرونها مجرد شعائر لا ينبثق عنها شيء ولا تحسن مجتمعا. مالك بن نبي يقول: عندما تغيب الفكرة يبزغ الصنم. وهذا الذي يحصل في مجتمعاتنا. القرآن الكريم نزل ليتعبد بتلاوته، لم ينزل لحتى نهتم بحروفه وكلماته ونرددها بغاويا ولا نلتفت إلى المعاني ونتمثلها. عندما يقال لنا أن أحد الصحابة أمضى سنين تكاد تبلغ الثماني وهو يقرأ سورة البقرة، نتعجب ونقول: كيف؟ إن هي إلا صفحات تقرأ في جلسة واحدة. لم يكونوا يقرؤون كما نقرأ نحن، ولم يكونوا يتعبدون كما نتعبد نحن، ولم يكونوا يؤمنون كما نؤمن نحن. نحن نؤمن بالكلام وهم يؤمنون بالأفعال، يؤمنون بالأحاسيس، يؤمنون بالتفكير، يؤمنون بالعقيدة، يؤمنون بمعرفة الهدف من كل هذه العبادات. هل العبادات وكل الأوامر والنواهي التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء ذكرها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله، هل هي غاية بحد ذاتها أم هي وسيلة؟ لماذا شرعت؟ ما هي غاية المؤمن؟ أليس الوصول إلى الجنة؟ ما هي الوسيلة للوصول إلى الجنة؟ هي الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي. الائتمار بالأوامر ليس غاية بحد ذاته، وإنما هو لنحقق الغاية الكبرى في الدنيا التي هي طاعة الله والإيمان بالله عز وجل،
ولنحقق الغاية البعيدة يوم القيامة للوصول إلى الجنة. نحن استبدلنا الوسائل بالغايات وجعلنا الوسائل هي الغايات. نحن لا نبني عقول في دعوتنا، وإنما نقدم لشبابنا قوالب صخرية جامدة ونطلب منهم أن يتمثلوها في حياتهم. أين الروح؟ أين العلاقة بالله عز وجل؟ أين حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين الإحساس بسير الأولين وقصص الأولين وكيف كان الأولون؟ أين هي كلها من دعوتنا إلى الله عز وجل؟ نهتم فقط بالأشكال وبالمظاهر، ليس فقط على مستوى العبادة، لاحظوا حتى على مستوى الشكل الإسلامي، يهمنا طول الثوب ويهمنا طول اللحى ويهمنا ما هو لون حجاب المرأة ويهمنا كم متر حجاب المرأة، أكثر من اهتمامنا بمفهوم الطاعة، بمفهوم لذة الامتثال. لا شيء يعدل لذة الامتثال لأوامر الله عز وجل، لا شيء يعدل لذة القرب من الله عز وجل. إذا الإنسان يذكر بلسانه وقلبه لا يحس، ما فائدة الذكر؟ إذا كان يصلي وقلبه معلق بأمور الدنيا، ما فائدة هذه الصلاة؟ أحد الصالحين مرة كان في مكة يسكن، نسيت اسمه، فأراد أن يهاجر عنها، فقيل له: كيف تترك بيت الله وتهاجر؟ أجاب إجابة رائعة، قال: لأن أكون بعيدا عن بيت الله وقلبي معلق به خيرا من أن أكون عنده وقلبي معلق ببلدي وبأهلي وبأمور أخرى. قلوبنا بأي شيء معلقة نحن الآن؟ هل قلوبنا معلقة حقيقة بحجم الطاعات التي نؤديها، بحجم العبادات التي نؤديها؟ لو كانت قلوبنا مع هذه الطاعات مع الله عز وجل، ألا يجب أن ينبثق عنها خلق يساوي مقدار هذه الطاعات؟ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها من أجل ماذا؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعث لأتمم مكارم الأخلاق. الدين خلق. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تقل عدد أيام صيامه، ولم تقل عدد ركعات صلاته، ولم تكن عدد دراهمه التي كان يوزعها، وإنما قالت: كان خلقه القرآن. هكذا كان خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن كل آية في كتاب الله ترشدنا إلى خلق معين. كم آية في كتاب الله؟ أنا لا أعرف كم آية، لكن أعرف أنها 114 سورة، منها السور الطوال ومنها السور القصار ومنها التي بين هذا وذاك. فإذا عدد الآيات آلاف ويتجاوز الآلاف. تخيلوا لو أن في كل آية توجيها لخلق من الأخلاق ويقوم سلوكا من سلوكنا، كيف كنا سنخرج بعد قراءة القرآن وتمثل المعاني؟ كنا سنصبح ملائكة تمشي على الأرض، لكن لا نستطيع أن نصبح هكذا، فنحن بشر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلوا هذا وعاشوا معاني القرآن، لكن انتبهوا، لم تخرجهم من بشريتهم، بقوا بشرا. نحن الآن عندما نريد أن نحدث أبناءنا عن تاريخنا وتاريخ صحابتنا وتاريخ الأمة الإسلامية، ما الذي نفعله؟ زيادة عن أننا نعرض الأشياء جسدا بلا روح، نجري عملية تنقية وتنحية، فنحذف ما نريد حذفه ونبقي ما نريد إبقاءه، ونقدم لهم صورة مشرقة كأننا نتحدث عن ملائكة لا نتحدث عن بشر. عندما يجلس الدعاء ليقدموا نموذجا لأبنائنا، ليتهم يأخذوا شخصية أبي بكر أو شخصية عمر أو شخصية علي بكل ما فيها، بكل تصرفاتها، وتصلح نموذجا رائعا. لا يفعل الداعي هذا.
وإنما يختار أفضل ما عند أبي بكر وأفضل ما عند عمر وأفضل ما عند علي، ويشكل شخصية جديدة ويقول لأبنائنا هكذا يجب أن تكونوا. أين هم من هذه الشخصية؟ كأنهم يتطلعون إلى السماء، وكأن بينهم وبين هذه الشخصية مسافات لا يمكن تجاوزها، ييأسون من الوصول فيبقون على ما هم عليه. هكذا دعوتنا، هذه هي أخطاء دعوتنا. إما أن نقدم مادة جاهزة جامدة ونقول لشبابنا عليكم بهذا الفعل أو ذاك، أو نقدم صورة مشرقة ليست حقيقية، تاريخنا فيه السيء وفيه الحسن، والبشر الذين سبقونا لهم أخطاؤهم ويكفيهم فخرا أن أخطاءهم تعد على أصابع اليد الواحدة، يكفيهم هذا فخرا، ليتنا مثلهم، ليتنا نتمثل سيرتهم كما هي. ولكن نحن نريد دائما هذه الشطحات، ونضع أيضا من الأخطاء الشائعة، نضع كلام القائل مع النصوص الشرعية على حد سواء. لا نسمح لشبابنا بالاعتراض، لا نسمح لهم بالسؤال، لا نسمح لهم بالمراجعة، ونقول لهم كونوا صالحين مصلحين. هذا من الأسباب التي ينصرف الشباب عن دعوتنا، وهذا من الأسباب التي تساهم كثيرا في أننا سنسأل يوم القيامة عما اقترفته أيدينا، وعما تفوهت به ألسنتنا، وعما قدمناه لشبابنا، وعن الأخطاء التي ارتكبناها. فأرجو أن نصلح هذا الحال، وأن نروي غليل الشباب بأسلوب مختلف تماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.